لما بنرجع بالتاريخ شوية لورا علشان نقرأ عن الشخصيات المؤثرة فيه وبنشوف الحكم والعبر في سيرة حياتهم، بنتأكد ان السيرة الطيبة العطرة عمرها اطول من عمر صاحبها، وان في ناس صدقوا الله عز وجل في اعمالهم ونواياهم ففضلت سيرتهم واعمالهم مخلدة في التاريخ، ودايما الناس بتذكرهم بكل خير ويقولوا الله يرحم فلان ده عمل كذا وكذا وكذا. وشخصية النهاردة صدق ربنا سبحانه وتعالى في نيته وعمله، فاكرمه الله عز وجل جل بالدخول للمقصورة الرئيسية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي شخصية الوزير المصري أحمد باشا حمزة. في مايو سنة 1891 وبالتحديد في قرية طحنوب مركز شبين القناطر الأليوبية اتولد أحمد باشا حمزة. درس الثانوية العامة في مصر وسافر بعدها لإنجلترا علشان يتعلم الهندسة، ولما رجع من إنجلترا فكر في فكرة إنتاج الزيوت العطرية فزرع الياسمين والزهور ذات الروائح الذكية، وأسس مصنع بعدها علشان يحولها لزيوت عطرية، وبعد كده قام بتصديرها لأشهر مصانع العطور في العالم وخاصة فرنسا، وكان هو أول من صنع وصدر الزيوت الزيوت العطرية في الشرق الأوسط. اتولى بعدها أحمد باشا حمزة منصب الوزير مرتين. في 26 مايو سنة 1942 اتولى وزارة التموين في وزارة النحاس الستة، وفي 12 يناير سنة 1952 اتولى وزارة الزراعة في وزارة النحاس السبعة. أحمد باشا حمزة كان من الوزراء المحترمين جدا، كان طول اليوم سايب مكتبه وبيلف على المجمعات الاستهلاكية وعلى فران العيش البلدي علشان يراجع ويراقب طريقة سير العمل عن قرب، وكان دايما بيتكلم عن اي تاجر بيستغل المواطن في سعر او احتكار او غيره، وكان بيقول واني لمؤمن بسياسة عمر التي اعتقد انها السبيل الوحيد لتقويم اعوجاج التجار الذين اعماهم الكسب الحرام ولا يتقوا الله عز وجل في ابناء وطنهم. وكان دايما الناس بيلوموا عليه انه هادي جدا في تصرفاته واسلوبه وتعامله مع الناس، فرد عليهم وقال لهم ما يغركوش هدوء الظاهر دايما معاكم، علشان الهدوء ده بيخفي شدة مش هتردد لحظة واحدة في إظهارها عند اللزوم. وبعد فترة أحس أحمد باشا حمزة بحكم منصبه أنه لازم يقدم حاجة للإسلام والمسلمين، حاجة ترصد أخبار المسلمين في كل مكان، فأصدر مجلة لواء الإسلام علشان تكون منبر للعرب وللمسلمين. وفي سنة 1905 إداله عمه حصان هدية، فأعجب أحمد باشا حمزة بالخيول وقرر بعدها إنشاء إسطبل خيل لتربية الخيول العربية الأصيلة، وامتلك بعدها أشهر حصان في الوطن العربي كله حصان الملك فاروق اللي كان اسمه حمدان، اللي اتباع في مزاد علني في تصفية كل ممتلكات الملك فاروق بعد احداث 23 يوليو. الجدير بالذكر بقى ان الحصان حمدان حصان الملك فاروق اتعرض على الملك فاروق قبلها بسنة مبلغ 120,000 جنيه ورفض يبيعه علشان سبحان الله يكون من نصيب أحمد باشا حمزة. وفي سنة 1947 يسافر أحمد باشا حمزة للسعودية مع مدير مكتبه محمد علي شتا، ولما وصل المدينة المنورة اتفاجئ إنها مش مضاءة بالكهرباء، حتى المسجد النبوي الشريف كان من غير إضاءة كهربائية وكان لسه شغال بمصابيح الزيت. زعل أحمد باشا حمزة جدا وما استحملش يشوف المسجد النبوي وأطهر مكان في الأرض من غير إضاءة كافية، وبعدها رجع مصر وقرر شراء عدد من المحولات والمصابيح والأسلاك الكهربائية وأرسلها المدينة المنورة على نفقته الخاصة، وكلف مدير مكتبه الدكتور محمد علي ومعاه عدد من المهندسين ان هم يتولوا تركيب المصابيح لإضاءة المسجد النبوي، واستمرت عملية تركيب المصابيح لمدة 4 شهور، وبعدها تلألأ المسجد النبوي بنور الكهرباء واتعمل احتفال كبير جدا بإضاءة المسجد النبوي الشريف. وفي السنة اللي بعدها سافر أحمد باشا حمزة لأداء مناسك الحج مع مدير مكتبه محمد علي، وخرج لاستقباله أمير المدينة المنورة وطلب الباشا أحمد حمزة انه يتفتح باب المقصورة ويدخل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأول اعتذر أمير المدينة المنورة لأنه طلب يحتاج لصدور أمر ملكي، وبعدها ب 24 ساعة بس من طلب أحمد باشا حمزة بالدخول جاله الرد بالموافقة، إلا أن أحمد باشا حمزة طلب تأجيل الزيارة لمدة 3 أيام استعدادا لمقابلة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وبيحكي الدكتور محمد علي اللحظات دي في مذكراته وبيقول دخلنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبلتنا رائحة زكية شديدة الروعة، وجدنا أرض رملية وشعرت من جلال المكان أني غير قادر على الكلام، وبعد دقائق من الرهبة ظللت أقرأ ما تيسر لي من آيات من القرآن الكريم والأدعية، ونفس الشيء كان يفعله أحمد باشا حمزة، وقبل أن نخرج من مقصورة القبر كبشت
بيدي قبضة من رمال القبر ووضعتها في جيبي، ولما خرجنا أصابنا ما يشبه الخرس ولم نقوى على الكلام إلا بعد نحو ساعتين. وكمل الكلام وقال: الرمال التي أخذتها من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قسمتها إلى نصفين، النصف الأول وضعته فوق جثمان والدي في قبره، والنصف الثاني أوصيت أبنائي أن يضعوه فوق جثماني داخل القبر. بعدها رجع أحمد باشا حمزة مصر وفضل متابع الخيول العربية وبيراقب إنتاجها يوم بعد يوم. وفي سنة 1977 توفي أحمد باشا حمزة بعد أن أنار المدينة المنورة وأنار مسجد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا خلاص خلصت. السلام عليكم.